السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. وحلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة تأمينات الأشخاص. وقبل ما أتكلم عن المادة بحب أهنئ طلبة الدبلوم ببداية العام الدراسي وأتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. هنبدأ في مادة التأمينات الأشخاص، واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت في مقدمة عن التأمينات الأشخاص، وقلنا إن هي بتتكون من بابين. الباب الأولاني اللي احنا هناخده النهاردة اللي هي أساسيات وأنواع التأمين على الأشخاص. طيب الباب الأول ده بيتكون من أربع فصول. الفصل الأولاني أو الوحدة من أربع وحدات. الوحدة الأولانية تتكلم عن أساسيات التأمين في الأشخاص. طب أنا عندي أساسيات التأمين في الأشخاص، عندي هنتكلم عن إيه؟ أو الوحدة دي بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن أخطار الحياة، بتتكلم عن إزاي إن أنا أحدد مبلغ التأمين، إزاي إن أنا بحدد طرق تسديد، وبحدد أسس اللي هو دفع مبلغ التأمين. أول حاجة في الباب الأولاني اللي هي أساسيات التأمين على الأشخاص. الأساسيات التأمين على الأشخاص، أول حاجة أخطار الحياة. أخطار الحياة، أنت كشخص عندك خطر الحياة إيه هو؟ بالنسبة لأي شخص أو أي فرد في الحياة عنده هم خطرين في الحياة. إن أنا أفقد فقد مصدر الدخل، إن أنا أفقد الشخص اللي هو مصدر لدخلي. إن أنا عندي دخل، فأنا أو الأسرة ككل ليها مصدر للدخل أو العائل للدخل. فلو انا فقدت الشخص ده، الشخص ده لو هو توفى، فبالنسبه لي ده خطر للحياه. طب الخطر الثاني ان انا انخفاض اللي هو انخفاض الدخل، ان انا الدخل بتاعي ينخفض. مثلا انا دخلي كان 2000 جنيه، حصل لا قدر الله للشخص ده عجز او اصابه او كده، فهنا بالنسبه له قل من او انخفض الدخل بتاعه، ما قدرش ان هو يقدر ان هو يشتغل نفس الشغل الطبيعي اللي هو كان بيشتغل فيه، فطبعا الدخل ايه؟ بيقل. يبقى هنا عندي خطرين من اخطار الحياه، ان انا فقد مصدر الدخل، ان انا هفقد الشخص ده او العائل او مصدر الدخل بتاعي. تاني حاجة من أخطار الحياة إن أنا انخفاض اللي هو الدخل، انخفاض الإيه؟ الدخل. طب لو إحنا هنشوف مع بعض على الشاشة اللي هو الباب الأولاني، هنتكلم عن الوحدة الأولى أساسيات التأمين على الأشخاص. زي ما إحنا قلنا إن هي أول حاجة أخطار الحياة ووثائق تأمينها، تاني حاجة أسس شراء التأمين على الحياة، تالت حاجة طرق تحديد مبلغ التأمين، ورابع حاجة اللي هي طرق بيع التأمين. وخدنا اول حاجه اللي هي اخطار الايه؟ اخطار الحياه ووثائق تامينها. وقلنا ان اخطار الحياه لسه قايلينها اللي هي بالنسبه لي فقد مصدر الدخل الرئيسي للاسره، ان الشخص مثلا يتوفى فانا كده هفقد مصدر الدخل بتاعي. تاني حاجه انخفاض دخل الاسره بما يؤثر على مستوى معيشتهم، ان انا انخفاض الدخل الاسره يعني الدخل بتاعي هيقل. مثلا لو هو كان 2000 جنيه دخل بعد الإصابة أو بعد العجز، مثلا بقى 1000 جنيه، أو يعني هنا كده انخفض دخل الإيه؟ دخل الأسرة. طيب هنيجي لتاني حاجة اللي هي الأخطار اللي بتهدد الشخص اللي هو ذو الدخل. إيه هي الأخطار دي؟ أول حاجة إن أنا الوفاة، إن أنا الأخطار اللي كده الوفاة المبكر لمكتسب الدخل. الشخص ده لو توفى كده إن أنا بفقد مصدر الدخل. تاني حاجة العجز الناتج عن مرض أو حادث. تالت حاجة من الأخطار اللي بتهدد ذوي دخل أخطار الحياة اللي هو التقاعد الإجباري أو الشيخوخة. آخر حاجة اللي هو طول العمر حتى نفاذ المال. يبقى أنا عندي زي ما احنا اتكلمنا عن أخطار الحياة، وقلنا إن أخطار الحياة هم حاجتين، إن أنا فقد مصدر الدخل، وتاني حاجة من أخطار الحياة إن أنا انخفاض الدخل. طيب في هنا بعد كده اتكلمنا عن الأخطار اللي هي بتصيب الأخطار اللي بتصيب الشخص ذو الدخل، أو إن هو متخوف إن هي تحصل أو بيقدر إن هو يأمن عليها اللي هو ذو الدخل. إيه الأخطار دي؟ أول حاجة الوفاة، الوفاة المبكر،
ان انا شخص مثلا عنده مثلا 30 35 وتلاقي ان هو توفى، فكده مصدر الدخل للاسره هو ايه؟ كده فقدوه. فهنا لو الشخص ده مش مأمن على نفسه، فهنا كده المستفيدين او الاسره كده هي مش هتقدر ان هي تاخد مبلغ التأمين. لو الشخص ده توفى في سن مبكر يبقى هنا كده الاسره كده هتفقد مصدر الايه؟ الدخل. يبقى هنا الاخطار اول حاجه الوفاه، تاني حاجه قلنا العجز، ان الشخص ده يكون حصلت له عجز اصابه، فحصلت له عجز كلي او جزئي حسب اللي هو الاصابه اللي هي حصلت له. يبقى هنا الوفاه العجز. تالت حاجه قلنا ان هي الشيخوخه او التقاعد المبكر، ان انا يبقى مثلا الشخص ده شغال في شركه او في مصنع وممكن يجي في فتره معينه يقول لك ايه، يجي مثلا عند سن 50 سنه يعمل تقاعد مبكر، فهنا كده هيفتقد او هيقل او انخفض دخل الاسره. اخر حاجه اللي هو طول العمر، الشخص هيبقى طول العمر عنده يعني وصل لسن معين كبير بس نفذ الايه؟ المال. مثلا وصل لحد 80 سنه وطول العمر هو عنده طول العمر سنه بقى كبير بس ما عندوش ونفذ الايه؟ المال، ما عندوش ايه؟ مال. فهو دول الاربع الاخطار اللي هي بتهدد ذوي الدخل. طيب هنيجي بعد كده نشوف بعد كده اللي هي انواع وثائق التامين. عندي انواع وثائق التامين هم نوعين، وثائق التامين الممتلكات ووثائق التامين الاشخاص. يبقى هنا احنا عندنا نوعين اللي هي وثائق تامين الاشخاص ووثائق تامين الممتلكات. لو احنا شطار كده ولو احنا فكرنا مع بعض، الماده بتاعتنا اسمها ماده ايه؟ تأمينات الأشخاص. هل هي ضمن اللي هي وثائق التأمين الممتلكات ولا وثائق التأمين على الأشخاص؟ أكيد طبعا هي ضمن وثائق التأمين على الإيه؟ على الأشخاص. طب أنا وثائق التأمين على الأشخاص دي بتنقسم إلى إيه؟ إلى وثائق هنا الفردية والجماعي، الفردي والإيه؟ والجماعي. طب أنا عندي هنا الفردي وثائق التأمين على الأشخاص الفردية بتنقسم إلى إيه؟ بتنقسم إلى وثائق شعبية ووثائق ايه؟ عادية. وهنا الوثائق العادية اللي احنا هناخدها اللي هي الوفاة والحياة والمختلط. يبقى هنا لو احنا نبقى مع بعض الحلقات الجاية هنبدأ ان احنا ناخد اللي هي الوثائق العادية اللي هي الوثائق اللي هي الوفاة والحياة والمختلط. يبقى هنا انواع الوثائق زي ما احنا شفنا ان هنا الوثائق في انواع الوثائق، وثائق التامين على الممتلكات وعلى الاشخاص. طب على الممتلكات من اسمها كده ممتلكات، يبقى انا بامن على ايه؟ على الحريق، على السرقه، على السيارات، على التامينات الهندسيه، على اللي هو قلنا السيارات والحريق والسطو، كل دي اسمها على التامين على الممتلكات. اما التامين على الاشخاص قلنا ان هي بتنقسم الى حاجتين اللي هو الفردي والجماعي، الفردي والايه؟ والجماعي. طب الفردي ده بينقسم الى ايه؟ بينقسم الى عادي وشعبي، العاديه وايه؟ وشعبيه. طب العاديه دي بتنقسم الى ايه؟ الى ثلاث حاجات اللي هي الوفاه والمختلط والحياه. يبقى الوفاه والحياه والمختلط. هنيجي بعد كده الوثائق بتغطي الخسائر المالية المترتبة على حال الوفاة. أنا بغطي الوثائق اللي بتغطي الخسائر المالية المترتبة على حال الوفاة، يعني حال الوفاة إن الشخص ده مأمن عليه عشان لا قدر الله إن هو توفى، يبقى هنا بيعمل له وثيقة اسمها إيه؟ وثيقة التأمين المؤقت ووثيقة تأمين مدى الحياة. طيب الوثيقه اللي بعد كده اللي هي وثائق تغطي الاثار الماليه المترتبه على حال الحياه، اللي هي بتنقسم الى اتنين، الوقفيه البحته ودفعات الحياه. يبقى احنا لازم نفرق بين حاجتين، اللي هي الوثائق اللي هي بتغطي الخسائر الماليه في حاله الوفاه وفي حاله الحياه. في حاله الوفاه عندي نوعين من الوثائق اللي هي المؤقته ومدى الحياه. المؤقته ومدى الحياه دي لو كان الشخص ايه؟ هيتوفى، يعني هنا الشخص بيروح يامن عن نفسه، لا قدر الله حصل له وفاه يبقى هنا المستفيدين او الورثه بتوعته بيقدروا ان هم ياخدوا اللي هي مبلغ التامين.
يبقى لو هو عاوز يأمن عن نفسه لو هو توفى عشان الورثة بتوعته ياخدوا مبلغ التأمين، يبقى يعمل وثيقة اسمها ايه؟ يا اما الوثيقة المؤقتة او وثيقة اسمها مدى الحياة. طب الحالة التانية ان انا في الوثائق اللي هي بتغطي الخسائر الناتجة لو الشخص ده فضل على الحياة، يعني هنا فضل عايش طول فترة الوثيقة، يبقى هنا بتقدر ان هي شركة التأمين برضك تعوض. لو انا مش عاوزة وثيقة ان انا اتوفى، لا انا عاوزة وثيقة ان انا لو فضلت عايش على قيد الحياة ان شركة التأمين هتديني مبلغ التأمين. طب اسم الوثائق ايه دي؟ اسمها وفاة البحتة ودفعات الحياة. يبقى هنا لازم نفرق بين اتنين، وخلي بالكم ان هنا الجزئية دي بتيجي في الامتحان. فهنا عندي نوعين، اللي هي وثائق التأمين اللي بتغطي الخسائر المترتبة على الوفاة، عندي نوعين اللي هي ايه؟ المؤقتة ومدى الحياة. اما في حالة الحياة عندي نوعين اللي هي ايه؟ اللي هي الدفعات الحياة والوقفية البحتة. طب هنيجي بعد كده نشوف الجزء اللي بعد كده اللي هي الهدف الأساسي لعملية التأمين على الأشخاص. هو أنا هدفي الأساسي إيه؟ الهدف الأساسي إن أنا بعمل إيه؟ بعمل حماية تأمينية. في التأمينات الأشخاص أنا بعمل حماية تأمينية. ليه أنا بعمل حماية تأمينية مش بعوض؟ لأن أنا الشخص ده لو توفى هل إن أنا هقدر إن أنا أعوضه بشخص أو حاجة؟ لا، هو الشخص اللي بيتوفى ما بقدرش إن أنا أعوض. فهنا بنقول في التأمينات الأشخاص أنا بعمل حماية تأمينية. بعمل حماية تأمينية لمين؟ للأسرة والأفراد أو المستفيدين. بعمل حماية إيه؟ تأمينية. لو حصل لا قدر الله وفاة أو حصل عجز أو شيخوخة، فأنا بقدر إن أنا أعمل إيه؟ بعمل حماية تأمينية. طيب هنا لو إحنا شفنا على الشاشة الهدف الأساسي لعملية التأمين على الأشخاص، أو زي ما احنا قلنا هي حماية الأسرة والأفراد، إن أنا بعمل حماية من للأسرة والأفراد من إيه؟ من الخسائر المالية المترتبة على وفاة مصدر الدخل. اللي الشخص ده توفى فهنا بيفقد مصدر الدخل بالنسبة لي، فأنا بعمل حماية للأفراد للأسرة والإيه؟ والأفراد. طيب هنشوف بعد كده على الشاشة ثانيا أسس شراء التأمين. يبقى احنا خدنا أول حاجة اللي هي أخطار الحياة، تاني حاجة من الوحدة الأولى اللي هي أسس شراء التأمين على الحياة. وهنا الأسس دي لازم إن أنا معرفة ما هو المبلغ الكافي أو المناسب الواجب شراؤه. لازم هنا في أسس شراء التأمين على الحياة لازم أعرف إيه المبلغ الكافي أو المناسب الواجب لإيه شراؤه. هناخد النقطة اللي بعد كده اللي هي طرق تحديد مبلغ التأمين على الأشخاص. عندي هنا الطرق ان انا احدد مبلغ التأمين. عندي اول حاجة القيمة النقدية للانسان، تاني حاجة القيمة الرأسمالية للانسان، تالت حاجة القيمة الاقتصادية للانسان، ورابع حاجة اللي هي القيمة التأمينية، واخر حاجة اللي هي طريقة الاحتياجات. يبقى هنا انا عندي 5 طرق من تحديد مبلغ التأمين. هناخد اول طريقة اللي هي القيمة النقدية للانسان. والقيمة النقدية للإنسان دي بيقصد بها القيمة الحالية للدخول المتوقع أن يحصل عليه المؤمن عليه، المؤمن على حياته طول مدة حياته حتى تاريخ الإيه؟ حتى تاريخ الوفاة. إن هنا بحسب القيمة النقدية للإنسان على أساس إيجاد القيمة الحالية للدخول المتوقع أن يحققها المؤمن عليه إيه؟ مستقبلا. يبقى هنا الطريقة دي بستخدمها، هذه الطريقة إجمالي دخل الإيه؟ المؤمن. يبقى هنا في طريقة تحديد مبلغ التأمين أول حاجة القيمة النقدية، وأنا القيمة النقدية دي بحسبها على إجمالي الدخل، إجمالي الإيه؟ الدخل. طب الطريقة التانية اللي هي القيمة الرأسمالية. والقيمة الرأسمالية للإنسان هنا بتعتمد على الدخل الذي يخص الأسرة بعد استبعاد نفقات العائل من اجمالي الدخل، ويتحدد المبلغ. يبقى هنا القيمه الراسماليه هي بتعتمد على الدخل اللي هو بيخص الايه؟ الاسره، بس بعد استبعاد ايه؟ نفقات الايه؟ العائل من اجمالي الدخل.
وهنا بتتحدد مبلغ التأمين المناسب في ضوء هذه الطريقة، على أساس إن أنا بجيب القيمة الحالية لدفعة مؤكدة الإيه؟ مؤكدة الدفع. طيب يبقى احنا عرفنا القيمة النقدية والقيمة الرأسمالية، لو احنا نقدر ان احنا نفرق بين القيمة النقدية والقيمة الرأسمالية، ان هنا القيمة النقدية ان انا بحسب على اساس اجمالي الدخل كله، اجمالي الايه؟ الدخل، اللي هي القيمة النقدية. طب القيمة الرأسمالية، القيمة الرأسمالية انا بعمل ايه؟ بحسب هنا القيمة الحالية بالنسبة لي، ان انا بعمل ايه؟ بستبعد نفقات العائل، بستبعد نفقات العائل، وبعديها اعمل ايه؟ اخد علشان احسب فيها اللي هي الدخل او المبلغ التأمين بتاعي اللي هو بيأمن عليه. يبقى هنا طرق تحديد مبلغ التأمين، اول حاجة القيمة النقدية، وقلت ان انا بحسبه على اساس ايه؟ على اساس اجمالي الدخل. طب القيمة الرأسمالية انا بحسب على اساس ايه؟ على اساس الدخل بتاعي، بس بعد ما استبعد الايه؟ نفقات العائل. طب الطريقة الثالثة اللي هي القيمة الاقتصادية، ان انا برضك بستخدم اللي هي الدخل، بس بعد استبعاد اللي هو النفقات بتاعت العائل زائد النفقات اللي هي خاصة بالضرائب. يبقى هنا الفرق بين الثلاثة، عشان لو طلب منك ان انت تفرقي بين القيمة النقدية والقيمة الرأسمالية والقيمة الاقتصادية. القيمة النقدية أنا بحسبها على أساس مبلغ التأمين، على أساس الإيه؟ على إجمالي الدخل، الدخل كله أنا بحسبه. طيب الطريقة التانية القيمة الرأسمالية، أنا بشوف الدخل بتاعي بس بعد ما بستبعد النفقات، نفقات العائل، إن العائل بيستخدم إيه، فأنا خلاص بستبعد النفقات، في باخد الجزء المتبقي ده بحسبه اللي هو مبلغ التأمين. طب النوع الثالث اللي هو القيمة الاقتصادية، برضك بشوف الدخل بتاعي واستبعد اللي هي النفقات العائل، واستبعد اللي هي الضرائب، فهنا بقدر ان انا احسب مبلغ الايه؟ التأمين. يبقى احنا خدنا ثلاث حاجات اهو، واحنا قلنا ان هو طرق تحديد مبلغ التأمين هم كام؟ هم خمسة. خدنا اول واحد، اول طريقة، وثاني طريقة، وثالث طريقة، اللي هي الطريقة اللي هي القيمة النقدية، تاني طريقة القيمة الرأسمالية، والتالتة القيمة الايه؟ الاقتصادية. طب هنشوفها هنا على الشاشة اهي، القيمة الاقتصادية ان هي بتعتمد على دخل الأسرة بعد استبعاد النفقات الشخصية للعائل او مصدر الدخل والضرائب على الايه؟ الدخل. يبقى هنا اهو بشوف هي بتعتمد على دخل الايه؟ الأسرة. طب بعد استبعاد الايه؟ النفقات الشخصية للعائل ومصدر الدخل والضرائب على الايه؟ على الدخل. كما انها بتعتمد على مدى الحياة الانتاجية للفرد، وليس توقع الحياة المحسوبة طبقا لجدول الحياة الايه؟ المستخدم. هنشوف الطريقة اللي بعد كده اللي هي القيمة التأمينية. هنا القيمة التأمينية بتحسب القيمة التأمينية على اساس كل من القيمة الحالية للدخول المتوقع حصول الاسرة عليه اثناء الحياة الايه؟ الانتاجية للعائل، بعد خصم، يعني انا هخصم ايه؟ القيمة الحالية للدخول المتوقع فقدان في حالة وفاة الايه؟ العائل. يبقى انا بحسب القيمة التأمينية على اساس القيمة الحالية للدخول المتوقع حصوله، ان انا بتوقع ان هنا الاسرة تحصل عليه اثناء الحياة الانتاجية، بس بعديها بعد ايه؟ بعد خصم القيمة الحالية للدخول الايه؟ المتوقع فقدانه في حالة الوفاة. يبقى انا بشوف هنا القيمة الحالية للدخول المتوقع لحصول الاسرة اثناء الحياة الانتاجية، وبعدها اخصم منه القيمة الحالية للدخل المتوقع فقدانه في حالة وفاة الايه؟ العائل. طب اخر هنا اخر طريقة من طرق تحديد مبلغ التأمين، او قبليها هنا ملحوظة هامة في القيمة، قيمة التأمين، ان في طريقة القيمة التأمينية في حالة بقاء العائل على قيد الحياة حتى بلغوا سن التقاعد، يعني لازم العائل ده يفضل على بقاء الحياة او قيد الحياة حتى بلغ سن الايه؟ التقاعد. فلن تحصل الاسرة على اي مزايا من شراء هذا التأمين، لانها بيعتمد فقط على تعويض الاسرة عن الدخول المفقودة اذا توفى عائلها قبل بلغ سن الايه؟ التقاعد فقط. يبقى دي في طريقة القيمة التأمينية، ان هنا في حالة بقاء العائل على قيد الحياة في سن الايه؟ التقاعد،
لازم ان هو يكون في سن التقاعد. طب بعد سن التقاعد والشخص ده توفى، هنا شركه التامين ما بتعوضش الاسره دي، لان هي بتعتبر من المزايا شراء التامين، ان هي بتعتمد على ان هي تعوض الاسره على الدخل المفقود اذا توفى العائل قبل بلوغ سن التقاعد. وهنا يعرف بتامين دخل الايه؟ دخل الاسره. هنا اخر طريقه اللي هي طريقه الاحتياجات. هنا بيشتري التأمين على الحياة لمواجهة حاجات معينة. يعني هنا أنا بشتري التأمين ده عشان أواجه حاجات إيه معينة. يعني شراء مبلغ تأمين بيساوي الفرق بين مبالغ المطلوبة لمواجهة حاجات معينة والأموال المتاحة لمواجهة تلك الإيه الحاجات. إن أنا بعمل فرق، يعني بطرح المبالغ المطلوبة لمواجهة حاجات معينة والاموال المتاحه لمواجهه تلك الايه الحاجات. تاني حاجه ان انا بحدد مبلغ التامين بهذه الطريقه، يجب تحديد الاهداف والاحتياجات الماليه للاسره في حاله وفاه او عجز العائل. ان انا لما باجي احدد مبلغ التامين لازم اشوف الايه، احدد الاهداف والاحتياجات الماليه للاسره. انا الاسره دي محتاجه ايه، او هدف الاهداف بتاعتها ايه، في حاله ان الايه ان الشخص ده توفى او حصل له عجز. طيب احنا كده قلنا ان هي طريقة تحديد مبلغ التأمين، وقلنا ان هم 5. لو احنا شفناهم على الجدول او هنا قبل ما نشوف الجدول اللي هو القانون، ان انا عندي مبلغ التأمين الواجب شراؤه بتساوي الحاجات المالية للأسرة ناقص الأسور المتاحة لمواجهة تلك الايه الاحتياجات. انا بشوف الحاجات المالية للأسرة بتاعتي، اطرح منها الأسور المتاحة لمواجهة تلك الايه الاحتياجات عشان اعرف مبلغ التأمين الواجب بإيه شراء. هنا بعد ما شفنا اللي هما 5 طرق من تحديد ده مبلغ التأمين، هنا بنشوف اهو الجدول اللي معايا اهو على الشاشة اللي هي القيمة النقدية للإنسان. أنا القيمة النقدية للإنسان ده في الدخل المستخدم، زي ما احنا قلنا في من الأول إن أنا القيمة النقدية للإنسان بحسبه من إجمالي دخل الإيه الأسرة. طب القيمة الرأسمالية هنا إجمالي الدخل بعد استبعاد النفقات الايه العائل. طب القيمه الاقتصاديه هي اجمالي الدخل برضه بس بعد استبعاد نفقات العائل والضرائب. يبقى هنا في النقديه بعمل اجمالي دخل الاسره. في الراسماليه انا هنا بحسب الدخل اجمالي الدخل بس استبعد ايه النفقات العائل. طب هنا القيمه الاقتصاديه انا بعمل اجمالي الدخل بس بعد استبعاد ايه النفقات العائل والضرائب. طب القيمه التامينيه هي القيمة الحالية للدخول المتوقع واستبعاد ايه القيمة الحالية للدخول المتوقع فقدانه. يبقى انا بعمل ايه، بعمل القيمة الحالية للدخول المتوقع واستبعاد القيمة الحالية للدخول المتوقع فقدانه، ان انا عارفة ان هنا هفقده. عندي هنا في اوجه المقارنة مدة دفع المعيش. انا في القيمة النقدية للانسان هي مدى حياة العائل، ان الشخص ده لو فضل عايش هي مدى حياة الايه العائل، مدة دفع المعيش. هنا في القيمة الرأسمالية هي مدة توقع حياة العائل، مدة توقع ان انا متوقع ان حياة الايه العائل. في القيمة الاقتصادية اللي هي مدة دفع المعاش هي مدة الحياة الانتاجية للعائل. ما هنا في القيمة الاقتصادية دي بنستخدم في الحياة الانتاجية، ان الشخص او العائل ده هو يقدر في الحياة الانتاجية قد ايه. هنا في القيمة التأمينية في وجه المقارنة مدة دفع المعاش، هنا من تاريخ الشراء حتى التقاعد، من تاريخ الشراء حتى الايه التقاعد. هنا في اخر حاجة من اوجه المقارنة هو نوع دفع المعاش. هنا القيمة النقدية هي دفعة احتمالية، اما في القيمة الرأسمالية هي دفعة مؤكدة، والقيمة الاقتصادية هي دفعة مؤكدة. يبقى أنا عندي في من نوع الدفعات المعاش هما نوعين، عندي الاحتمالية والمؤكدة. طب أنا الاحتمالية دي بتكون في القيمة النقدية، أما المؤكدة بمؤكدة الدفع بتكون في إيه؟ في الرأسمالية والاقتصادية. يبقى هنا في القيمة النقدية بيكون نوع الدفعات بتكون احتمالية، بتكون احتمالية، احتمالية ان انا ادفعها او مش هدفعها. اما في الرأسمالية والاقتصادية دي مؤكدة الايه الدفع، مؤكدة الدفع. يبقى احنا هنا من البداية اخدنا ونراجع مع بعض، احنا اخدنا الاخطار الحياة وقلنا ان اخطار الحياة هما حاجتين،
اللي هي فقد الدخل، فقد الدخل او انخفاض الدخل. وقلنا الاخطار اللي بتهدد ذوي الدخل، قلنا ان هم 4 اخطار اللي هي الوفاه والعجز والشيخوخه واخر حاجه اللي هو طول العمر حتى نفاذ المال. واتكلمنا بعد كده قلنا ان انا بحدد التأمينات، الاشخاص بتتحدد على اساس ايه، او انا بعمل ايه، بعمل حماية تأمينية. بعمل حماية تأمينية لمين؟ الاسرة والافراد. ليه بعمل لهم حماية تأمينية؟ علشان لو حصل خسارة او ضرر للاسرة بالنسبة لي. واتكلمنا عن، قلنا انواع الوثائق، وقلنا ان هنا عندي الوثائق نوعين اللي هي وثائق تأمين على الممتلكات ووثائق التأمين على الأشخاص. وقلنا الوثائق التأمين على الأشخاص بتتكون من نوعين اللي هي تأمينات على اللي هي العادية والفردية، الفردية والجماعية. وقلنا ان الفرديه دي بتنقسم الى حاجتين اللي هي شعبيه وعاديه، وقلنا ان العاديه دي بتنقسم الى 3 حاجات اللي هي الوفاه والحياه والمختلط. وبعد كده اتكلمنا على طرق تحديد مبلغ التامين، وقلنا ان مبلغ التامين او تحديد مبلغ التامين او طرق تحديد مبلغ التامين قلنا ان هم 5 طرق اللي هي القيمه النقديه والقيمه الراسماليه والقيمه الاقتصاديه والقيمه التامينيه واخر حاجه اللي هي طريقه الايه الاحتياجات. دي اللي هم اللي احنا خدناهم من اول ما بدانا في الحلقه. هنيجي بعد كده نشوف الخطوه اللي بعد كده اللي هي انواع وطرق بيع التامين على الحياه التجاري. عندي انواع او طرق بيع التامين على الحياه التجاري اللي هو التامين على الحياه العادي، والتامين على الحياه الجماعي، والتامين على الحياه الشعبي، والتامين متناهي الصغر، والتامين التكافل. هناخد كل نوع من انواع بيع التامين على الحياه التجاري على مفرده كده، ونبدا ان احنا يعني نشرحه بالتفصيل. اول حاجه اللي هو التامين على الحياه العادي، هي وثيقه التامين الفرديه التي بيشتريها العملاء من شركات التامين لسد حاجات تامينيه معينه مقابل دفع الاقساط الايه المطلوبه. يبقى هنا التامين على الحياه العادي هي وثيقه تامين ايه فرديه، وان انا اللي بيشتريها العملاء بشتريها منين؟ من شركات التامين. طب ليه بقى؟ لسد حاجات تامينيه معينه مقابل دفع الاقساط الايه المطلوبه. طيب النوع الثاني اللي هي التامين على الحياه الجماعي، هو نوع من انواع التامين على الحياه اللي هي بتقدم حمايه تامينيه لمجموعه من الافراد تكونت لغرض او هدف معين بخلاف حصولهم على التامين. من اسمها كده التامين على الحياه الجماعي. التامين على الحياه الجماعي ان هم لازم يكون مجموعه من الافراد، مجموعه من الايه الافراد بيامنوا عليها. يبقى هنا مجموعه من الافراد، هنا بيروحوا شركات التامين، شركه التامين بتامن على مجموعه من الافراد، والافراد دي المجموعه من الافراد لازم تربطهم علاقه عمل، لازم تربطهم علاقه ايه عمل. يبقى هنا خدنا اول وثيقه اللي هي الوثيقه العاديه، وقلنا ان الوثيقه دي بيكون شخص واحد هو اللي بيقوم، وهي بتكون فرديه، يعني هو شخص واحد بيروح لشركه التامين علشان ان هو يامن على اي حاجه اللي هو طالبها، فهنا مقابل ان هو بيدفع مبلغ الايه، بيدفع مبلغ او بيدفع اقساط علشان لو حصل اي حاجه وفاه عجز، هنا شركه التامين تبدا ان هي تعوض الشخص ده. يبقى هنا خدنا اول وثيقه اللي هي الوثيقه العاديه اللي هي بتكون فرديه من شخص واحد. طب الوثيقه الثانيه اللي هي الوثيقه الايه الجماعيه، والوثيقة الجماعية قلنا ان هي مجموعة من الاشخاص لازم تربطهم علاقة ايه عمل. هنا لو حصل اي اصابة او اي حاجة من الاخطار اللي هي موجودة، هنا شركة التأمين بتبدأ ان هي تعوض الاشخاص ايه الاشخاص دول. وقلنا ان هنا في التأمين الجماعي من اسمه كده جماعي، ان هي تبقى مجموعة، ولازم المجموعة دي تربطهم عمل، مش تربطهم ايه عمل. ما ينفعش ان انا اجيب مجموعة كده ما تربطهمش اي حاجة واقول ان انا هأمن عليهم في شركة التأمين، لا، لازم ان هنا شركة التأمين بتأمن على مجموعة من الاشخاص
لازم تربطهم ايه؟ تربطهم عمل. يبقى خدنا اول نوع اللي هي التأمين العادي، تاني نوع اللي هو الوثيقة الجماعية، تالت نوع اللي هي الوثيقة الايه؟ اللي هي الوثيقة على الحياة الشعبي. وهنا نوع من انواع التأمين الفردي التي يشترط بمبالغ تأمين صغيرة ايه؟ نسبيا. يبقى هنا التأمين على الحياة الشعبي هي من برضك من انواع التأمين الفردي، يعني هو شخص واحد، وهنا بيشترى بمبالغ ايه؟ ان هي بتشترى بمبالغ صغيرة ايه؟ نسبيا. النوع اللي بعد كده اللي هو التأمين على او تأمين متناهي الصغر. وهنا التأمين متناهي الصغر هو نوع حديث من التأمين بيهدف الى ادارة مخاطر الطبقة الفقيرة. يبقى هنا دي مين اللي بيشتريها؟ اللي هي التأمين متناهي الصغر هي الطبقة الفقيرة في المجتمع، او حماية الافراد المجتمع ذو الدخل الايه؟ المحدود. يبقى هنا الشخص اللي هو من الطبقة الفقيرة او اللي هو عنده دخل محدود هو بيبدأ ان هو ياخد اللي هو التأمين متناهي الصغر. طب التأمين المتناهي الصغر ده بتكون بأمن على مجموعة ولا على فرد؟ لا، احنا بنأمن على فرد، لان هي دي تعتبر من اللي هي التأمين الايه؟ الفردي. هنا اخر نوع من انواع التأمين اللي هي التأمين التكافلي. والتأمين التكافلي ده هنا بيتكافل كل من المؤمن لهم مع بعضهم البعض الى جانب تكافل شركة التأمين ايه؟ معهم. وطبعا احنا هناخد الانواع دي بالتفصيل خلال السنة الدراسية بتاعتنا. بعد كده هناخد اللي هي كده، احنا خلصنا الوحدة الاولى. ولو انتوا فاكرين ان الوحدة الاولى لسه قايلينها، وقلنا ان الوحدة الاولى اسمها ايه؟ اللي هي اساسيات التأمين على الاشخاص. وقلنا في اساسيات قلنا ان هم اربع حاجات اتكلمنا عليهم، اللي هي اخطار الحياة، وقلنا اسس تسوية التعويض، واتكلمنا عن طريقة او تحديد مبلغ التأمين، واخر حاجة اتكلمنا على طرق بيع التأمين، واتكلمنا عن الانواع التأمين او انواع وثائق التأمين، واتكلمنا على طرق اللي هو طرق البيع، طرق تحديد مبلغ التأمين. وقلنا طرق تحديد مبلغ التأمين قلنا ان هم خمسة، اللي هي الطريقة النقدية والطريقة الرأسمالية والطريقة الاقتصادية والطريقة التأمينية، واخر حاجة اللي هي طريقة الاحتياجات. وبعد كده اتكلمنا في الوحدة الاولى على طريقة او اللي هي انواع وطرق اللي هي الوثائق. وهنا قلنا ان هم اللي هي الوثيقة العادية والوثيقة الجماعية والوثيقة الشعبية ومتناهية الصغر، واخر حاجة قلنا اللي هي التكافل. وقلنا ان هو الانواع دي هنتكلم عليها بالتفصيل في خلال السنة الدراسية بتاعتنا. كده احنا خلصنا الوحدة الاولى. هنيجي في الوحدة التانية اللي هي الشروط العامة لوثيقة التأمين الايه؟ الحياة. وثيقة التأمين على الحياة. هنبدأ فيه على الشاشة اهو. اول حاجة من الشروط مهرة السداد. مهلة السداد دي تمنح الشركة مهلة لسداد الاكسيد فيما عدا القسط الاول قدرها 30 يوم من تاريخ الاستحقاق، بينما تزيد هذه المهلة يوما واحدا لتصبح 31 يوم في وثائق التأمين المؤقت. يبقى هنا من الشروط العامة لوثيقة التأمين على الحياة اول حاجة مهلة السداد. مهلة السداد دي ان شركة التأمين بتمنح مهلة سداد الاقساط للعملاء او للمؤمن لهم. طيب انا بدي مهلة كام؟ بدي مهلة 30 يوم في المصرية، 31 يوم للأمريكية. ودي مهمة جدا وبتيجي دايما في الامتحان، لازم نركز عليها، اللي هي مهلة السداد تمنح لو هو تمنح مهلة السداد في الوثائق المصرية 31 يوم. دي الإجابة هتكون إيه؟ لا طبعا هي خاطئة، هي مهلة السداد في الوثائق المصرية بتكون 30 يوم، أما في الأمريكية الوثائق الأمريكية مهلة السداد هي 31 يوم. طبعا مهلة السداد دي مش بتبقى في القسط الأولاني، لأن هو القسط الأولاني أصلا أول ما بتيجي تعمل الوثيقة أو تكتب الوثيقة أنت بتدفع أول قسط، فطبعا كده أنا مش بدي إيه مهلة، هي في بداية الوثيقة أنت بتدفع القسط الإيه؟ الأولاني.
طيب بعد كده الاقساط اللي بعد كده هل ليها مهله سداد؟ اه في مهله سداد زي ما احنا اتفقنا، وقلنا ان هم في بتختلف من المصريه للامريكيه. الوثائق المصريه بتكون 30 يوم، اما الوثائق الامريكيه بتكون مهله السداد 31 ايه؟ 31 يوم. يبقى هنا الشروط العامه اول شرط اللي هو ايه؟ اللي هي مهله السداد. طيب تاني شرط من الشروط اللي هي اعاده سريان الوثيقه. اعاده سريان الوثيقه ان انا عندي ان الوثيقه دي بدات ان هي وقفت مثلا، فانا عاوز ان انا اعيد سريان الايه؟ اعيد سريان الوثيقه. فهنا يجوز ان انا اعيد سريان الايه؟ الوثيقه، لو احنا شفنا اهو اذا توقف المؤمن عليه عن سداد الاقساط المستحقه يعطي المؤمن عليه فرصه اعاده سريان الوثيقه بشرط الا يزيد التوقف عن دفع الاقساط عن مده معينه طبقا لقواعد الاكتتاب لكل شركه من الشركات. يعني انا ينفع ان انا هنا لو انا المؤمن عليه توقف عن سداد الاقساط ان انا اقدر ان انا اعيد سريان الوثيقه تاني؟ اه ينفع ان انا اعيد سريان الوثيقه، بس بشرط ان هي ما تزيدش التوقف عن دفع الاقساط مده معينه زي ما هو موجود في اي شركه من الشركات. طب تاني حاجه ان هو بيشترط في هذه الحاله الا يكون المؤمن عليه قد قام بتصفيه الوثيقه، ان انا كده بصفي الايه؟ بتصفيه الوثيقه، وان يكون قد اختار شرط عدم سقوط الحق. يعني لازم هنا يختار ان هو عدم شروط سقوط الايه؟ الحق الذي يسمح للوثيقه بالاستمرار. يبقى هنا لازم ده يكون موجود. طب لو هو الوثيقه لو المؤمن عليه كتب كده بيشترط في هذه الحاله اللي يكون المؤمن عليه ما قامش بتصفيه الايه؟ الوثيقه. طب لو انا صفيت الوثيقه خلاص كده هل ينفع ان انا اعيد سريان الوثيقه؟ لا ما ينفعش، لان انا صفيتها خلاص. طيب ده تاني شرط. يبقى هنا الشرط الاولاني اخدنا مهله السداد من الشروط العامه لوثيقه التامين على الحياه، والشرط الثاني اعاده السريان. الشرط الثالث اللي هي عدم المنازعه، شرط عدم النزاع. شرط عدم النزاع دي بيقول لك ايه؟ ان لا يجوز للمؤمن عمل اي نزاع او جدال لالغاء الوثيقه او ايقاف سريانها اذا كانت قد استمرت ساريه لمده معينه اللي هي سنه او سنتين مثلا. ومعنى ذلك انه يجوز للمؤمن فقط المنازعه او المطالبه بالغاء الوثيقه اذا تبين له ادلاء المؤمن عليه ببيانات خاطئه او اخفاء بيانات معينه، وذلك اذا تم اكتشافها قبل المده المحدده لشرط عدم الايه؟ المنازعه. يبقى هنا لا يجوز للمؤمن اللي هو عمل منازعه ان انا اعمل منازعه. طب هنا الا بشرط ايه بقى؟ بشرط ان هنا ان المؤمن اللي هي شركه التامين اثناء سريان الوثيقه اكتشفت ان المؤمن عليه قدم بيانات خاطئه او عطى بيانات هنا غير صحيحه. يبقى هنا من حق ان هنا شركه التامين تقدم ان هي ايه؟ تعمل منازعه، وممكن ان هي تلغي الوثيقه لو هي لقت ان المؤمن له او المؤمن عليه ده قدم بيانات غير ايه؟ غير صحيحه. ده كان ثالث شرط من الشروط العامه لوثائق التامين على الحياه. قلنا اول شرط اللي هي مهله السداد، وقلنا ثاني شرط اللي هي اعاده السريان، وثالث شرط اللي هي عدم النزاع. رابع حاجه من الشروط اللي هو الخطا في السن. الخطا في السن ده ان الشخص ده وهو اثناء بيقدم فيه الوثيقه وكتب في وثيقه التامين او في طلب الوثيقه كتب ان هو سنه مثلا ان هو سنه 50 سنه، وبعد كده اكتشفوا ان هو سنه 55، هل كده الوثيقه هتتلغي؟ لا الوثيقه مش هتتلغي، هي هتحصل ايه بقى؟ هيبدا ان هو يشوف مبلغ التامين او يبدا يعمل الاقساط يزود عليها على حسب السن اللي هو قايل عليه. يبقى هنا لو احنا نشوف على الشاشه ان هو شرط الخطا في السن، وجود خطا في السن لا يلغي الوثيقه زي ما قلنا كده ان هنا لا يلغي الايه؟ الوثيقه، ولكن يتم تعديل مبلغ التامين مع ثبات الايه؟ القسط. ان انا ببدا ان انا اعدل مبلغ التامين مع ان انا اثبت القسط. هنا بيعتبر التامين باطلا
إذا ثبت أن السن الحقيقي عند بدء التأمين كانت تجاوز الحد الأقصى للسن. يعني هنا تجاوز الحد الأقصى، إن أنا عندي الحد الأقصى إن أنا أعمل وثيقة معينة مثلا السن 60 سنة. طب لو هو قدم إن هو عمل وثيقة وقال إن سنه مثلا 50 وهو سنه 65 مثلا، يبقى كده الوثيقة أو التأمين ده باطل، وهنا تتلغي الوثيقة. نصت عليه تعريفة الشركة، ولا تلتزم الشركة بأن تدفع في هذه الحالة سوى 75% من الأقساط المسددة بدون فوائد بعد استبعاد قسط السنة الإيه؟ بعد استبعاد قسط السنة الأولى. يبقى هنا الخطأ في السن، هنا الخطأ في السن ما لا يجوز إن أنا ألغي الوثيقة. طب لو هو هنا أنا عندي في شركة التأمين قايلة إن الحد الأقصى إن أنا أعمل وثيقة تأمين لشخص مثلا عنده 60 سنة، ده حد أقصى يعني ما يزيدش عن 60 سنة إن أنا أعمل وثيقة، وجه الشخص ده وقدم لي وقال لي إن هو عنده 50 سنة، تمام، وخلاص عملت الوثيقة وإن الشخص ده عنده 50 سنة، واكتشفت بعد كده في سريان الوثيقة إن هنا إن الشخص ده عنده 65 سنة، هل كده الوثيقة دي أو التأمين ده يجوز؟ لا يجوز إن هو يكون التأمين ده باطل. باطل ليه؟ لأن هو قدم بيانات خطأ، أو السن كان خطأ يزيد عن السن أو الحد الأقصى للشركة. أنا الشركة بتقول إن أنا بأمن لحد سن 60، بعد 60 لا أنا ما بأمنش، هو راح إيه غشني أو عطل الشركة بيانات خاطئة، كده الشركة كده هتلغي التأمين أو هتلغي الوثيقة. طيب هو هيقدر ان هو ياخد الاقساط اللي هو دفعها؟ لا هو مش هياخد، هو هياخد بس ايه 75% من الاقساط اللي هو دفعها. طيب كده احنا خدنا اللي هي رابع حاجة اللي هو شرط في خطأ في الايه في السن. طب هناخد بعد كده الشرط اللي بعد كده اللي هو شرط الانتحار والاخطار الايه المستثنية. وهنا الاخطار المستثناه في اي وثيقه من الوثائق هتلاقينا من اول السنه لاخر السنه واحنا بناخد الوثائق بيبقى فيه اخطار مستثناه، والاخطار المستثناه دي ان شركه التامين ما بتعوضش. ما بتعوضش عن ايه؟ ما بتعوضش مثلا لو الشخص ده انتحر، لو الشخص ده اتقتل عمدا، يعني انا قتلته عمدا علشان اخد اللي هو الورثه او المستفيدين ياخدوا منه اللي هو مبلغ التامين، كده شركة التأمين ما هتعوضش. يعني في حاجات أو ساعة الحروب في حاجات كده شركة التأمين بتقول لا أنا لو الشخص ده حصل له إصابة أو حصل له وفاة في وقت ده هنا شركة التأمين ما بتعوضش، دي اسمها استثناءات من التأمين أو الاستثناءات من التغطية التأمينية. طب لو احنا كده هنشوفها على الشاشة شروط الانتحار والأخطار المستثناة، إن هي لا تغطي هذه الوثيقة اخطار الوفاه المترتبه عن ايه بقى، يعني الشخص ده توفى عن طريق ايه او مترتب عن ايه. اول حاجه مسابقات السرعه بواسطه مركبات ذات اله محركه سواء كانت ارضيه او مائيه، اهي ان انا حصل لي مسابقه، كنت انا في مسابقه السرعه ومسابقه السرعه دي كانت بستخدم فيها مركبات ذات اله محركه، فهنا كده شركة التأمين ما بتعوضش. لو الشخص ده توفى أثناء مسابقة السرعة شركة التأمين ما بتعوضش عن اللي هو مبلغ التأمين، أو ما بتديش مبلغ التأمين للورثة أو المستفيدين. ليه بقى ما بتديلوش؟ لأن دي من الاستثناءات اللي هي اللي شركة التأمين ما بتغطوش. طيب تاني حاجة الانتحار إذا حدث خلال السنتين الأولين من تاريخ إصدار الوثيقة إلا إذا أثبت المستفيد أن سبب انتحار المؤمن عليه مرض أفقده إرادته وقت الانتحار. يبقى هنا أنا هنا الانتحار بالنسبة لي إن الشخص هنا لو انتحر خلاص كده شركة التأمين ما بتديش مبلغ التأمين للمستفيد. طب لو المستفيد ده أثبت أو جاب أدلة إن هي بيقول إن هنا إن الشخص ده كان مريض أفقد إرادته وقت الانتحار، كده شركة التأمين ممكن إن هي تعوض أو تدي مبلغ التأمين. طب تالت حاجة الإعدام بناء عن حكم قضائي، إن هنا حصل إعدام الشخص ده كان حصل له مشكلة، فهنا الحكم القضائي حصل له إن هو خد إعدام، ف
فهو الشخص ده انعدم، فكده هل شركة التأمين هتعوض المستفيدين؟ لا طبعا، لأن هو ده خد إعدام بناء على حكم ايه؟ قضاء. رابع حاجة اللي هو القتل العمد. في هذه الحالة تبرئ الشركة من التزاماتها إذا تسبب المتعاقب عمدا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. إن أنا هنا عملت قتلت عمدا، القتل عمد ده برضك شركة التأمين ما بتعوضش عليه. هنا التنقلات والإسفار الجوي اللي هي السفر، إلا إذا قام بها المؤمن عليه باعتباره راكبا عاديا، اللي هو كان راكب عادي بخط ملاحة جوي، يقوم بخدمة عامة منتظمة. هنا أخطار الحرب وأعمال العسكرية بردك، لو حصل إصابة أو حصل وفاة لو في الحرب أو الأعمال العسكرية، هنا شركة التأمين ما بتعوضش. بس هنا في بتبقى جزء تاني أو حاجة تخص تاني، بس هنا في الاستثناءات دي أخطار الحرب، هنا شركة التأمين ما بتعوضش أو ما بتديش مبلغ التأمين. هنا آخر حاجة اللي هي شروط العقد النهائي، وبينص البند واحد من وثيقة التأمين على الحياة المصرية على ان هذا التأمين صادر اعتمادا على الاقرارات الواردة بطلب الايه؟ التأمين. وهنا جميع المستندات الاخرى الصادرة من المؤمن عليه والمتعاقد، وبتعتبر اقرارات المتعاقد والمؤمن عليه في طلب التأمين وفي جميع المستندات الاخرى المقدمة للشركة اساسا لهذا العقد، وجزءا لا يتجزأ منها. يعني اي مستندات هو المؤمن عليه مقدمها هي بتعتبر جزء من العقد، وهي شرط او جزء لا يتجزأ ايه منها. كده احنا خدنا اللي هي الشروط العامه لوثيقه التامين على الحياه، وقلنا ان هم 6 شروط. طيب بعد كده هناخد اللي هي الوحده الثالثه. يبقى هنا الوحده الاولى اللي هي كانت بتتكلم عن ايه؟ كانت بتتكلم على الشروط العامه لوثيقه التامين على الحياه، وقلنا ان الشروط العامه لوثيقه التامين على الحياه قلنا ان هم 6، اللي هي مهله السداد. وقلنا ان مهله السداد بتختلف من الوثيقه تكون مصريه او امريكيه. لو هي مصريه مهله السداد بتكون 30 يوم، لو هي امريكيه 31 يوم. واتكلمنا عن الشروط تاني حاجه اللي هي اعاده السريان، وبعد كده تالت حاجه اللي هي عدم النزاع، شرط عدم الايه؟ النزاع. ورابع حاجة اتكلمنا عن اللي هو الاستثناءات والانتحار او الاستثناءات العامة من التغطية او الاستثناءات من التغطية التأمينية. وقلنا ان الاستثناءات دي ان شركة التأمين ما بتغطيش. طب شركة التأمين ما بتغطيش ايه؟ الشخص ده لو انتحر، الشخص ده لو مثلا اتقتل عمدا ان هو المستفيد راح قتله علشان ياخد مبلغ التأمين، لو حصل الإصابة، لو حصل الوفاة أثناء الحرب، لو حصل الوفاة أثناء مثلا المسابقات اللي هي مسابقات السرعة، كل دي من الاستثناءات إن شركة التأمين ما تعوضش عليها. وآخر حاجة من الشروط اللي هو التعاقد أو العقد الإيه؟ النهائي. دي كانت الوحدة التانية. هنيجي في الوحدة الثالثة اللي هي التأمين على الحياة المؤقت الفردي. هنبدأ فيها اللي هي الوحدة الثالثة اللي هو التأمين على الحياة، التأمين المؤقت الايه؟ الفردي. أول حاجة هناخد مفهوم التأمين على الحياة المؤقت الفردي. هنا بيقدم حماية تأمينية ضد خطر الوفاة خلال فترة زمنية محددة، ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المستحق للمستفيد إذا حدثت وفاة المؤمن عليه أثناء مدة التأمين اللي هي الفترة الزمنية، مقابل التزام المؤمن عليه بدفع الأقساط الواجبة في موعدها الإيه؟ المقرر. يبقى هنا مفهوم التأمين على الحياة المؤقت الفردي اتكلمنا إن هي بتعمل حماية تأمينية. أنا حماية تأمينية لمين؟ للأفراد.
وطبعا انا شركه التامين بتعمل حمايه تامينيه. طب انا بتعمل حمايه تامينيه للايه؟ للفرد، لان هي دي التامين المؤقت الايه؟ الفردي، يبقى هنا للفرد. طب انا هعمل حمايه تامينيه مقابل ايه؟ مقابل ان المؤمن عليه بيقدم لي ايه؟ بيديني ما بيدي اوكسات، الاوكسات دي عشان لو حصل وفاه او حصل لو حصل وفاه ابدا ان انا ايه شركه التامين تدي مبلغ التامين تعمله حمايه ايه؟ حمايه تامينيه. وللاسف حلقتنا انتهت، وزي ما احنا خدنا الوحده الاولى اللي هي اساسيات التامين على الاشخاص، والوحده الثانيه اخذنا الشروط العامه لوثيقه التامين على الحياه، واخذنا من الوحده الثالثه اللي هي تعريف وثيقه التامين المؤقت. اشوفكم الحلقه الجايه، هنكمل الوحده الثالثه اللي هو التامين على الحياه، التامين المؤقت الفردي. واتمنى لكم التوفيق والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.